خلينا نروح بقى النهارده، لان احنا اتكلمنا شويه في اللي فات، خلينا نشوف اللي عندنا دلوقتي. احنا عندنا مباراه زي ما كنا بنتكلم في بدايه الحلقه مهمه جدا، الاهلي وبيراميدز، طبعا ربع نهائي بطوله كاس مصر، ودي المباراه اللي اعتقد بقى لازم تتحسم بالفوز. يعني في مباريات بتخش تقول ماشي التعادل ما فيهوش مشكله، بس انت لازم تحسمها بالفوز. ان شاء الله التوفيق يكون يعني حلفنا يعني، بس برضو في شويه كلام ممكن نتكلم فيه عن اداء الفريق بصراحه، الكام ماتش الاخرانيين اللي شفناها، الروح الموجوده اللي عادت مرة تانية. خلينا برضو ننقل المشهد بشكل حقيقي، تغييرات كمان بصراحة كابتن سامي قنصان كانت أعتقد محترمة جدا، تحديدا في ماتش غزل المحلة، واللي أعتقد كسبنا بهذه التغييرات في دقائق الوقت بدل الضايع. أكيد زي ما كلنا يعني شفنا أداء كان جيد جدا، فكرة الدفع بالشباب كان مميز جدا، ويعني كان في تعليمات محترمة كمان لكابتن سامي قبل النزول أصلا الملعب، وترجمت كمان بشكل جيد جدا. لو هنتكلم تحديدا بالأسيست اللي عمله محمد شريف عشان يسجل الهدف الثاني، يعني كانت روح عادت مره ثانيه، هتبقى مباراه مهمه جدا اعتقد. خليني بس يا كريم سريعا اقول قائمه الاهلي اللي هيتم فيها استبعاد 11 لاعب: علي لطفي، محمد عبد المنعم، ايمن اشرف، حمدي فتحي، اكرم توفيق، عمر حمدي، محمد محمود، لويس ميكسيوني، حسين الشحات، احمد عبد القادر، وبيرستا. طبعا الصعيد الثاني مين اللي هيكون فيه غيابات او الغيابات بتاعته الخاصه ببيراميدز؟ عندنا ابراهيم عادل بسبب الاصابه، بالاضافه لمهدي سليمان، احمد ايمن منصور، محمد حمدي، عمر جابر، ومحمود وادي. فيعني كل التوفيق. في هنا غيابات، في هنا غيابات، في هنا مشاكل، في هنا مشاكل. هنشوف المباراه هتتم ازاي. فريق بيراميدز زي ما حضراتكم عارفين فريق تقيل، فريق بيبقى نازل عايز يكسب، فريق بيلعب بكل الطاقه اللي عنده، بيهاجم، بيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يفوز. فهو من الفرق لا التقيله جدا اللي بتخش هي بتشوف ان هي ند بند مع النادي الاهلي. ف ان شاء الله تبقى مباراه حلوه باذن الله النهارده.